مشاهدينا مرحبا بكم معنا مرة أخرى في حلقة جديدة من برنامجكم دار ديزاين. هذا الأسبوع اخترنا أننا نتكلموا لكم على أن ستيل اللي ولا دارج بكثرة، غادي نتكلموا على لو فينتيج. أما في فقرة أفوان بخي فاتصلت بنا عائلة اللي بغات تقوم بإعادة ديكور المطبخ ديالها. غنشوفوا كيفاش دازوا الأشغال في حلقة اليوم، وفي نهاية الحلقة فاحنا غادي ناخذكم لمدينة مراكش باش نتعرفوا على منزل متميز بالديكور ديالو. خليكم معنا. السنوات الماضية لو فينتيج كان كيتستعمل بكثرة من طرف محبي لا بروكانت اي لانتيكيتي، ومؤخرا لي ديزاينر الكبار ولاو كيهتموا بهذا لو ستيل وكيخدموا به باستعمال بعض الاكسسوارات وبعض الاتات. يمكن لينا نوضعوا لها توش فينتيج اللي بغينا في الفضاءات ديالنا. باش نتعرفوا على هذا لو ستيل اكثر شوفوا الغوبورتاج. الفينتاج هو فن كيمزج ما بين الاتات والاكسسوارات الديكور في تصميم قديم للفضاء الداخلي ديال المنزل. هاد الصنف ديال الديكور تذكرنا في الثلاثينات حتى السبعينات، وتتميز بأشكال وألوان اللي تدخلوا الفرحة في الدار. من بين هاد الأتات كاين جوك بوكس اللي هو عبارة على جهاز بان في الثلاثينات اللي يمكننا نميزيو فيه الفلوس باش نسمعوا الموسيقى ونتعرفوا على الفنانة جداد. جوك بوكس عنده واحد الجودة، الناس عارفين بأن كانت عنده واحد الجودة اللي ما عندش هاد المنتوجات اللي كاينين دابا بحال ليكتور ام بي 3 لي تابليت. وعلاش؟ لأن الجوك بوكس كانوا كلهم في هذاك الوقت مصوبين باليد، والناس عارفين بان داكشي كلشي اللي مصوب باليد عنده واحد الجوده اللي ماشي نفس الجوده ديال المنتوجات اللي مصوبين بطريقه اصطناعيه. دونك الناس بغاو يرجعوا للمنتوجات اللي كلهم يكونوا عندهم فيهم الثقه، والطريقه باش يرجعوا لهاد المنتوجات اللي عندهم هاد الجوده هادي هو الفينتيج. لي جوك بوكس الاصليين مصنوعين باليد وبالبوا ماسيف، وتتميزوا بالاضاءه على شكل قوس اللي تعطيوها واحد الشكل اغديكو. فما هو الفرق مع لي جوك بوكس الاصطناعيين؟ لي جوك بوكس الاصليين مازال تيخدموا بحال لي جوك بوكس ديال الاربعينات والخمسينات، كان يمكن نحطوا فيهم بزاف ديال لي سي دي. كاين هاد لي جوك بوكس ديال دابا كنحطوا فيهم حتى 80 سي دي. كاينين لي جوك بوكس اصطناعيين عندهم فرق مهم، هو ان تنحطوا فيهم سي دي واحد. لكن باش نتحداو هذا الفرق هذا يمكن لهم يقراو لي كلي يو اس بي ويقراو لي كارت اس دي. وكاين نوع واحد اخر هما لي جوك بوكس اللي فيهم ايكرون تاكتيل. فعاليه واحده اخرى فيهم هي بان هذاك الضوء، هذاك ليكليراج اون دوم اللي كاين في لي جوك بوكس اصليين سينكرونيزي مع الموسيقى. ما بين الاتات فينتاج كاين ايضا لي بروجيكتور ديال الضوء اللي تفكرونا في هوليود. طريقه واحده اخرى اللي باش الناس بغاو يرجعوا للفينتاج هما لي بروجيكتور. كاين بروجيكتور اللي تيتحط في الارض وعندو رجلين ديالو تمام مصوبين بالخشب، وعندو الفوق ديالو مصوب كله مصوب بالكروم. وكاين واحد اخر هما دوك لي بروجيكتور اللي تيتعلقوا في السقف وتما عندهم غير الكروم. كاين واحد اخر فيهم لو فير فورجي تما بالكحل. الأتات فينتاج بداو حاليا تلقاو بلاصتهم في أي منزل، بحيث كاين في الأسواق عديد من الأفرشة كمثلا الفطويات والتريات. كنفضل لي زاكسيسوار فينتاج لأنه ستيل كيجمع ما بين الحضارات كيف ما هو الحال بالنسبة لميبل ريكوب. مثلا صنادق ديال الخشب اللي كنستعملوهم كيف ما كنعرفوا الخضرة، ودابا كنستعملوهم كنعاودوا الاستعمال ديالهم للديكوراسيون ميرال. وهذا ستيل كيفيق فينا ذكريات وكيسافر بينا عبر الزمان بلا ما نملو من ديكور. مثلا هاد الفوتوي بالكركاس لوي 16 مع هاد الصوره بالابيض والاسود ريترو ولي كولور فلاشي عطاو لينا بزاف ديال الاحاسيس اللي هما موالمين مع بعضها البعض. وكذلك هاد لاكاج اللي هي مصنوعه باليد على طريقه الكروشي، اولا هاد لا سسبونسيون اللي مصوبه بالنحاس الخالص كيفيه من زمان، وهذا اللي كيعطي لمسه فينتيج وكيشخص ديكور ديالكم. ممكن انه يكون عندنا صالون مودرن، ولكن باش نضيفوا ليه هذيك اللمسه فينتيج نحطوا فيه خديات بحال مثلا ستيل بوب ارت ولا دي كوسان في شكل ديال الراديو ديال زمان ولا لا موستاش علاش لا. وكذلك ما كيكونش مانع اننا نزيدو دي كوسان اللي ما يكونوش في نفس الالوان في الكحل والبيض مثلا، ولا دي كولور فلاشي مع تصاور قدام بحال يامات زمان. وكنلقاو ايضا لي فوتو كلوب والزرابي اللي تفكرونا في الطبيعه. وعندنا كذلك هاد لي تابي اللي هما مصنوعين من القطن على طريقة الطرز زمان اللي مصورين لنا فيهم الورد، الطبيعة، لي زوازو كذلك. ويمكننا نستعملوهم دي تابي كيف ما يمكننا نستعملوهم فوق لي فوتي. هذا حتى هو يمكن ليه يضيف واحد اللمسة فينتيج. واللمسة فينتيج كيمكننا نلمسوها في دي فوتي بحال هادو، سي دي فوتي كلوب بحال القرن القديم
اللي تصيبوا على نفس الطريقة كيقدر يستغرق فيهم الصانع من 300 حتى 400 ساعة، مصنوعين من مواد طبيعية بحال القطن بحال الجلد اللي هو كذلك كيتحك باليد باش يعطي لنا إفي تخي زونسيان. وعندنا كذلك لا طابل دو شوفي اللي هي مصنوعة بالخشب كتذكرنا بسنوات الخمسينات، ويمكن لنا نضيفوا عليها لوينات فلاشي بحال لو بلو تركواز بحال لو روز بونبون باش يمكن ليها توالي مع الديكور ديالنا. اللمسة فينتاج يمكن لها ايضا تكون في الغرفة ديال الاطفال باش نعطيوها طابع خاص. الفينتاج يمكن ليه يستعمل كذلك في لي شومبر ديال لي زونفون، مثلا هاد لو لي هولوت اللي هو كيسافر بينا لمدينة الالزاس في فرنسا بحال كيف كانوا كيستعملوا لي شاريو ديالهم. وعندنا كذلك دي جوي كي رونتر دون لو فينتاج كتكون ديكوراتيف و اون ميم طون الوليدات يقدروا يلعبوا بها بحال هاد لي فواتور ريترو ولا لي ستاسيون ديسونس اللي هما على شكل ديال زمان. هاد الاسبوع اتصلت بنا عائله اللي بغات تقوم باعاده ديكور المطبخ ديالها. فريق دار ديزاين للطلب ديال هذه العائله ومصممه الديكور لقات الحلول الملائمه لهذا الفضاء باختيار من ديكوراسيون انسوليتي فريش. نشوفوا الصور. هذا الاسبوع اتصلت بنا عائله اللي بغاتنا نتكلفوا بالكوزينه ديالها، نمشيو نشوفوا هذه الكوزينه. المطبخ اللي عندنا اليوم كله ابيض، المساحه ديالو مزيانه لكن مضيقينها بعض قطع ليكتروميناجي. بالنسبه للديكور فغادي نحاولوا نتاخذوه مرح وعملي. فالمطابخ الديكور ديالها كيبقى صعيب بحيث اننا خصنا نحترموا عده معايير سواء ديال السلامه وخصوصا ديال الجانب فونكسيونيل اللي كتكون مهمه. المشكل الاول اللي تنلاحظو هما ان البلاكارات في حاله سيئه. بالنسبه للغازينيير ولا اوت تاخذوا لنا المساحه بزاف وسورتو محطوطين تحت الديجونكتور اللي يمكن يشكل لنا خطر. اخيرا الكوزينه كلها بيضاء والاضاءه فيها كثيره، هنلقاو شي حل. لا تيماتيك اللي غنخدموا عليها هي ان كوزين بوب. باش ناكدوا على هذا الموضوع ولان الكوزينه مضويه تاخذنا الوان ناصعه مثل لورانج لو برون و لو فيربال. هنزولو لا اوت لا غازينيير اكزيستانت من بلاصه ديالهم ونوضعو في مكان بلوز ادابتي. في بلاصه لا غازينيير غنصنعو طاوله صغيره للاكل ودي رانجمون او. غنصنعو ايضا في بلاصه لا نيش اللي موجوده دي زيتاجير ديال الرانجمون. المطبخ وجدنا فيه مشاكل كثيره، واول عمليه قمنا بها هي ازاله كل بلاكارات ليكتروميناجي وحتى الفران ولا اوت اللي وجدناهم تحت الديجونكتور ديال الدار واللي غادي نغيروا لهم المكان ديالهم خلال الديكور الجديد. زولنا كذلك لي بريز اوتريه القديمه وشرعنا في لافيكساسيون ديال لاكولوت اللي غادي تستقبل اسلاك الكهرباء ديال لا اوت الجديده. الجدران وجدناهم مغلفين بزليج اللي في حاله جيده. من الاحسن اننا ما نعملوش دي ترانشي اللي غادي يخليو لينا تشوهات في الحائط. لاكولوت كافيه باش ندوزو الاسلاك اللي بغينا، خصوصا انها قابله للصباغه وغادي تكون مغطيه في الاخير. بالنسبه للزليج الصباغه غادي تكون ضروريه باش نكسرو اللمعان والبيوضيه ديالو. المرحله الاولى هي اننا غادي نطبقو برودوي داكروشاج اللي غادي يمكن الصباغه انها تقبض مزيان في الجدران. وبين ما ينشف لينا لو برودوي كنحطو كوش ديال الفينيل الابيض في السقف باش يكون محايد، وهاد الطلاء كنوضعوه في الجدران كذلك كسكوش. موضوع الديكور اللي غادي نخدمو عليه المطبخ هو بوب، واللي غادي ناكدو عليه باستعمال الوان مختلفه وزاهيه في الحيوط. فهاد الصنف ديال الديكور ظهر في الستينات، التحقيق ديالو كيتطلب ابداع وديناميزم كما انه خصو يكون انسوليت ونشيط. بدينا بالحائط الاول ديال الفضاء اللي كانت فيه لا اوت، خصصنا ليه اللون الاخضر البارد عوض اللون الابيض. فهاد اللون غادي يبقى محايد وباستيل وغادي يعطينا توازن في النظره. اما الحائط الاخر اللي كيشكل منطقه ديال لاكريدونس والبلاكارات فاختارينا ليه الوان فلاشي ومغموقه باش نكسروا الاضاءه الكثيره ديال المطبخ. اللون الاول والاساسي هو البرتقالي المغلوق، فهاد لا ريفيرونس ديال اللون كتميل اكثر للون الاحمر البرتقالي وكتمتص الاضاءه جيدا. اضافه الى الصباغه بعد قطع الاتات ديال الخشب غادي نضيفوها واللي غادي يصمم لنا النجار ديال الفريق.
الحمد لله. دير بخير. لا بس الحمد لله. عافاك ابراهيم جيتك باش نديرو دي زيتاجير الكوزينه. واخا. نوريك لو ديسان. عندنا ايسي خويا وبغيت ندير الطاجيرات باش ندير سيباراسيون بين الكوزينه ولا بيوندري اللي اللور. نديرو الطاجيرات في العرض ديال هاد لابوتر. فيها 25 وهذه كاريه بحال لانيش بحال لانيش محلوله تتبان ولكن يمكن نديرو فيهم دي رانجمون. وحاجه اخرى ابراهيم هنا عندنا اون طابل تكون شويه عاليه وباش يمكن لنا ناكلو عليها ومن هذه الجهه يكون يسي اون نيش وهنا نيش اخرى وهنا يكون عندنا هنا دي جونكتور وبغيت هنخبيه وهنا تجارات حدا فوق الفوق دي جوكسون فوق وي واخا سي سي بو سي واخا شكرا ابراهيم ميرسي بوكو. رجعنا للصباغه وصلنا فيها البلاكارات وكيف كل تيماتيك كنحاولوا نحصلوا على تناسق وتوازن في الالوان. لهذا الغرض كل لابوازري ديال المطبخ غادي نصبغوها باللون الرمادي البارد اللي كينسجم بالفعل مع البرتقالي فلاشي. فهاد التقنيه ديال تناسق الصباغه كتبقى مهمه في اي فضاء عندنا في البيت. الا اتخذنا تيماتيك اللي فيها الوان زاهيه وفلاشي من الضروري اننا نكسروها بلون محايد كالابيض البيج او الرمادي البارد. المهم كيبقى هو عدم خنق الفضاء والتمكن من الحصول على امبيونس اللي متوازنه وهادئه. كل قطع الخشب حكيناهم بورق الزجاج قبل من الصباغه وخصصنا لهم بحال الجدران صباغه من نوع مات قابله للغسل واللي كتوالم المطبخ. اخيرا باش نكملوا الخدمه ديال الحيوط المنطقه ديال لاكريدونس غادي نخصصوا لها عمل خاص. بدينا اولا تحديد المنطقه باستعمال اشرطه ديال السكوتش وصبغناها كلها باللون برون اللي كيبقى عباره على اللون الوردي المغموق. فهاد اللون غادي نسطروا عليه اشرطه بكل الوان الصباغه ديال المطبخ. لكن قبل استرجعنا كل عناصر ديال الكهرباء باش نتفادوا اي عيوب في الصباغه النهائيه. بدينا بلي بريز ولي زانتيروبتور اللي تاخدنا في اللون الابيض. حطينا من بعد كل بلاكارات اللي زولنا من قبل باش نصبغوهم. المنطقه ديالهم هي اللي غادي تحدد كذلك الخدمه ديال الصباغه اللي غادي نوضعوا في لاكريدونس. فالأشرطة كنصوبوا المنطقة ديالهم أولا بالسكوتش وهاد الأخيرين وضعناهم أفقيا باش يزيدوا في الكبر ديال المطبخ ويعطوه لمسة شيك مثالية لبابي با. هاد الصنف ديال لي غيور كيتماشى مع أي نوع ديال الديكور سواء بألوان فلاشي أو زاهية أو بألوان باردة أو باستيل. لي غيور يمكن نفرزوا بهم أي منطقة عندنا في البيت نسلطوا بهم الضوء على شي كولوار ولا حتى نسطروا بهم دينيش في غرفة نوم فين ما وضعناهم في لاديكو كتزاد الأناقة والجمالية ديال لابيس. بالنسبة للأشرطة صبغناهم بكل ألوان اللي كنوجدوا في المطبخ وحتى اللون الأبيض ديال السقف استعملناه. الكل غادي يخلينا نحصلوا على غابيل متناسق. قطع الخشب ديال الرونجمون وجدوا كذلك وشرع النجار في المونتاج ديالهم. لا بيس الاولى عباره عن ايطاجير ديال الرونجمون واللي غادي تشكل في نفس الوقت كاش للديجونكتور اللي وجدنا عاري في المطبخ. لهذا الغرض فيكسينا باب اللي وضعنا فيه دي شارنيير اينوكس وحطينا القطعه ديالنا في الحائط واللي مصبوغه باللون الرمادي بحال كل لابوازغي ديال الكوزينه. الشكل الهندسي ديال هاد لي زيتاجير مثالي لكاش ديجونكتور. القطع الاخرى ديال الخشب اللي طلبنا من النجار هما لي زيتاجير اللي غادي نوضعوا في لانيش واللي كانت من قبل خاويه وما صالحه لوالو. اربعه ديال لي زيتاجير اللي مونكاستري في قلبهم مربع الكل كيخلينا نحصلوا على اسباس مستغل مزيان واللي كيساهم في الديكور ديال المطبخ ديالنا. الاشغال الان كملات وبدينا في لي فينيسيون. حطينا اولا لاوت في المنطقه الجديده اللي غادي تستقبل الفران. لاوت تاخدناها في لينوكس باش نبقاو في ليسبري بوب وموديرن اللي بغينا نحصلوا عليه. زولنا كذلك اشرطه السكوتش ديال لي غيور وبقات لينا بعض الاكسسوارات اللي مشات تختار دينا عند المحلات الخاصه.
دونك عافاك عاد من جد خاصني ان لوستر بوغ ان اسباس دو بريفيرونس يكون بيض و ليكليراج يكون ان بو امبورطون حيت لا بيس تكون ان بو فونسي شارجي دو كولور. قدر نعرف فين يكون شامبر اون كوزين هتكون اون كوزين كاين بليزيور موديل هنا بايتك كاين ديفيرونت كولور فيهم لو نوار لو بلون لو جون قلتي لي لا تيماتيك اللي عندك لو بلون نو هنديرو اون كوزين شويه بوب غيكون لي كولور شويه شارجي و جو اون لامب سامبل بوغ كاسي ان بو هاد لو داكوغ جون لو موديل كي جو فو شحال دايره سوبرفيسي كاع 12 متر كاري ا بو بخي تخي بيان كاين هاد لو موديل هذا فيه الديامتر ديال 48 سنتيمتر وي وتقدر دير فيه لافونتاج اللي فيه دير فيه لامبول اللي بغيتي على حساب لا بويسونس اللي خاصك مي هكا 12 متر كاري سافا سوفي سي بون هذا اللي ادابتي على تيماتيك كون في داكور سوبر داكور سكي كونسيرن لا فيسيل بور لا كوزين وي فوزافي ان اريف لارشو في لا فيسيل داكور دونك جو في شيرشي ان بو و جو دون لي داكور اون فيكونس داكور ميرسي بوكو عزيز مرحبا تاخدنا التريا والموديل ديالها مشبك وبيض كيذكرنا بلي غيور ديال الجدران وكيناسب لا ديكوراسيون ديالنا. حطينا من بعد لا غازينيير جديده اللي اونكاسترينا تحت من لا اوت واللي وجدات بلاصتها بطريقه سليمه وعمليه. بالنسبه للورشه ديال هذه الحلقه حاشنا بربعه ديال القفات ديال لاباي، صباغات اكريليك، قطع جورنال، صباغات ديال لابومب، قلم بانسو وكوتور. كنبداو اولا بصباغات لي بانيي باستعمال لي بومب. هاد الصنف ديال الصباغه كيخلينا نحطو كميه صغيره من الطلاء كما انه كيوزعها بطريقه منسجمه عكس البانسو. كل بانيي صبغناه بلون مختلف واستعملنا بطبيعه الحال الالوان اللي كنوجدو في الجدران ديال المطبخ اي الاخضر البرتقالي ثم الوردي المغلوق. ملي كينشفو القفات ما علينا الا نكتبوا الحروف اللي بغينا واللي كتمثل المطبخ ديالنا باستعمال صباغات اكريليك وبانسو. هاد العمليه يمكن تطبقوها في اي اكسسوار ديال المطبخ سواء دي سوبور ديال الكوفير او قراعي ديال العطريه. اي اكسسوار يمكن نزينوه بالوان ديال لا تيماتيك ديالنا. خاصنا غير نتاكدوا ان صنف الصباغه اللي كنستعملوا كيناسب الماده ديال السوبور. الأشغال الآن كملات وكنلاحظوا أن الألوان اللي اتخذنا في الحائط ديال لاكريدونس كتناسب المنطقة ديال الديجونكتور اللي خصصنا لها لون باستيل ومحايد. المطبخ أصبح الآن عملي بفضل كل لي زيسباس دو رانجمون اللي ضفنا واللي ما صغروش لنا الفضاء. بالنسبة للأكسسوارات حطينا أولا أواني ديال الإفطار في الطابلة اللي فيكسينا واللي كتشكل منطقة الأكل للمطبخ. حطينا كذلك إيغوتوار ديال الأواني في اللون البرتقالي وضعنا بعد قراعي ديال العذرية. زدنا مجموعة ديال السكاكين ديال المطبخ ثم عدة أغراض أخرى اللي خاصة بهذا الفضاء بحال دي طوغشون، بويوار ثم أكسسوارات أخرى لكن الكل في ألوان فلاشي وزاهية. لي بانيي ديال الورشة علقناهم في الحائط واستعملناهم كسوبور اللي يمكن يستقبل الخضر أو الفواكه اللي ما كتكونش في الثلاجة. حطينا كذلك دي شيس اوت في الطابلة وما نسيناش نستغلو لي زيتاجير ديال لانيش واللي وضعنا فيها عدة أواني بألوان ديكالي. خلال الأشغال حاولنا نستغلو ما أمكن الكوزينة، حصلنا على فضاء ديال الأكل اي ان اسباس دو رانجمون. من ناحية الألوان تاخدناها فلاشي حيت الكوزينة مضوية مزيان. لا تيماتيك بوب اللي شفنا اليوم يمكن تحقق في مطبخ أو لا في أي فضاء آخر عندنا في البيت. المبدأ كيبقى سهل فما كنتردوش في استعمال ألوان دافية وفلاشي بحال الأخضر الأصفر والبرتقالي وكنحاولوا ما أمكن أننا نتاخدو أكسسوارات ديكالي ومرحة واللي يمكن نوجدو في محلات تجارية خاصة بحال لو ديزاين إيطاليا. إلا خدمنا الموضوع في مطبخ بحال الفريق اليوم خاصنا غير نتأكدوا من وجود دي زيسباس دو رانجمون كافيين ونستغلوا ما أمكن كل المناطق الخالية باش المطبخ يكون عملي.
ما نساوش بطبيعة الحال كل معايير سلامة كالتركيبة الكهربائية أو صنف الصباغة اللي خاصها تكون قابلة للغسل باش الديكور والتصميم ديالكم يصبر لمدة طويلة. فالمطبخ اللي خدمنا عليه بفضل القليل من أشغال وألوان زاهية تغير الشكل دياله تماما وحسننا في الأخير على توازن في الفضاء بدون تأثير على المساحة أو الإضاءة ديال الكوزين. إلا بغيتوا حتى نتوما تشاركوا معنا في فقرة افون اي ابري وبغيتوا تغيروا ديكور اي فضاء في البيت ديالكم فما عليكم الا تصلوا بنا كيف ما العادة عبر الهاتف ولا البريد الالكتروني ولا تسجلوا في صفحة البرنامج على فيسبوك. هاد الاسبوع كيف ما سبقينا ووعدناكم غادي نعرفوكم على منزل متميز بالديكور ديالو. كنتمنى انه من خلال جولة هاد الاسبوع حتى نتوما تلقاو افكار وديزاستوس اللي غيفيدوكم في البيوت ديالكم. نشوفوا الصور. بالي منجري هي فيلا متواجدة في مراكش لا زون ديال لي بالموري بناها الاركيتكت حبيب البردعي. بدينا الاشغال في البنايه في 2008 وسالينا في 2013. المساحه ديال الفيلا هي 2000 متر كاري ومتواجدة في ان تيران دو 1 هكتار. لا بروبريتير ديال هذا الفضاء طلبات من المهندس وانسي لو ديكوراتور باش يكون الفضاء كيوحي بالامبيونس اندو موريسك. و لا بروبريتير ديال هذا الفضاء كتبغي بزاف لو فواياج وكتسافر وطلبات منا ان ديكور اللي كيتذكر ببلاد الهند. لا بروبريتير كانت بغات فضاء يكون محلول على الخارج لذلك كنشوفوا ان جميع الفضاءات هما محلولين على الجرده. بالنسبه للمنطقه الخارجيه اللي كنوجدوا فيها المصباح ديال الدار فهو كاين لا بول هاوس اللي هي كونسو بطابع انديا. وبالنسبه لا زون ديال لا بيسين هي سي كانت ستيليزاسيون ديال لا مان دو فاطمه. La villa Manjari déjà est impressionnante dès que nous arrivons sur le perron. La villa Manjari هي مثيرة للإعجاب من الدخلة ديالها عن طريق الباب الكبير والمصنوع من نحاس والمنقوش من طرف عمال مراكشيين. كنوصلوا من بعد لهذا الأول الفخم اللي كبير واللي السقف ديالو مصوب من القبس المنقوش. الأرضية مصنوعة من رخام بيج واللي مستطر بقطع ديال الرخام الأسود. اما البودرات اللي في الجوانب ديال الفضاء فيهم صباغه نقي الشيء اللي كيعطيهم طابع انيق يدون ان اسبي ان بو رافيني. من بعد هاد الاول كنوصلوا للمناطق الخاصه ديال الدار وكنلقاو الصالون. هاد الاخير كنوجدوا فيه نفس المواد اللي خدمنا بها الدخله باش الطابع ديال الديكور يكون مطابق. وبالنسبة للأثاث الطواب المصنوعين من صفائح معدنية منقوشة بدي موتيف مغربية ولكن بتقنية حديثة ديال اليوم. لا شوميني صممناها بتقنية عادية بتدلكت والزليج سطرناها من الجهتين بصور نواغ بلون ديال السيدات مراكشيات. لا سالة مونجي الحيوط ديالها كلهم لبسناهم دي بانو ديال الخشب اللي منقوشين باليد واللي وضعنا فيهم مصدر إضاءة من الوراء الشيء اللي كيعطي منظر جميل وحميمي في الليل. أما التريا فمصنوعة من نيكل أو المايشور. بالنسبة للسبا فالستيل ديالو مغير على باقي الدار. الألوان فيه مغموقة والسقف مصنوع من القبس المنقوش واللي صبغناه باللون الذهبي وضفنا عليه قطع سوداء الشيء اللي كيعطي رونق خاص لهذا السقف. بالنسبة للغرف اللي فيهم ستيل إثنيك استعملنا مواد طبيعية في الديكور بحال الكتان لطوال الغليظة كوير طبيعي. الكل كيتعاكس مع الغرفة الأساسية ديال الفيلا اللي كتبقى ناعمة أكثر وبيضاء واللي استعملنا فيها مواد راقية ولامعة. لا تيت دو لي ديال هاد الغرفة الأساسية مصنوعة بتقنية الباتشورك واللي استعملنا فيه قطع ديال الثوب التقليدي لصوبات سيدة هنا في مراكش.
هاد اللون المغموق ديال لا تيت دو لي كيعطي توازن للغرفه والكابيتوناج ديالها كيعطي لمسه ناعمه وعذبه للغرفه. الاتات الخارجي اللي كنوجدوه في جنب لابيسين تاخدنا ابيض باش يذكرنا بالثلوج اللي كتبان فوق جبال الاطلس، وهذا اللون كيسلط الضوء على الشمس ديال مراكش. الابيض كيعكس اكثر اللون ديال الواجهات الدار، والارضيات تاخدنا لها اللون الاحمر ديال مراكش. حلقتنا وصلت للنهاية ديالها، كنتمنى أنكم تكونوا استمتعتوا معنا واستفدتم من كل فقرات اللي قدمنا لكم. إلى عندكم أي سؤال ولا اقتراح بغيتوا تشاركوا معنا فما عليكم إلا تبعثوا لنا به، راسلونا كذلك إلا بغيتوا تغيروا ديكور أي فضاء في البيوت ديالكم. تلقوا الأسبوع المقبل في حلقة جديدة وجولة جديدة في عالم الديكور والديزاين.